مشاهدي ومتابعي المصري اليوم في كل مكان، مع حضراتكم هند فاروق في فيديو لايف جديد من محافظة البحيرة. متابعينا الآن يتم رفع السيارات المتحكمة في هذا صحراوي البحيرة. طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي شهد حادث مروري ضخم صباح اليوم، حادث تصادم وتفحم سيارات، سيارات ملاكي واوتوبيسات وميكروباصات. اوعى يا سلام. لا لا ازاي، اتفضل. الحادث وقع بسبب الشبورة المائية. الآن بيتم رفع السيارات زي ما حضراتكم شايفين. ارفع بس يلا يا مين سايق؟ هنا واحد اهو. اوعى يا جماعه يا جماعه يرفع لفوق العربيه هتلف اليمات. تعال ورا يا فندم. خش بقى ورا خش. اوعى يا ريس انت. أين الحادث المروع وقع بالتحديد؟ بعد كوبري الشجاعة بمنطقة النبارية محافظة البحيرة، وخلف 32 وفاة وأكثر من 60 إصابة إلى الآن. مازال الحصر جاري. حادث مروع شهدته محافظة البحيرة اليوم بسبب سوء حالة الطقس والشبورة المائية. متابعينا زي ما حضراتكم شايفين يتم الآن رفع السيارات والأوتوبيسات المتحكمة.
ضيعة تنقذت عليها من قبل البحيرة اليوم. طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي شهد حادث مروري ضخم، حادث تصادم، وانقلاب واحتراق سيارات. متابعينا، يعني زي ما قلنا لحضراتكم 32 حالة وفاة وأكثر من 60 إصابة إلى الآن، وما زال الحصر جاري. متابعينا زي ما حضراتكم شايفين السيارات الحمى، وبيتم الآن رفع السيارات. جهود كبيرة تبذلها قوات الأمن وقوات الحماية المدنية. متابعينا بيتم رفع السيارات الآن زي ما حضرتك شايفين. عايز النمر يجيب لك مين؟ ازيك يا استاذه هيمه؟ عامله ايه؟ متابعينا هنكون في بث مباشر مع حضراتكم بعد قليل، ابقوا معنا يا ريس.